إذا إنسان بيقدر يعيش بلا هواء، إذا في بطل يتنفس لثانية أو يبطل يشرب ماي أو يبطل يأكل، معناتها في عيش بلا بيئة نظيفة. يعني البيئة بالنسبة لإلي هي، بالنسبة لكل إنسان، هي أولوية أهم من السياسة وأهم من كل شيء بفكروا فيه، لأنه هن بحد ذاتهم ما ممكن يوقفوا تنفس ولا حتى لخمس ثواني 5 seconds. كيف فيهم يقولوا أنه البيئة مش أولوية؟ البيئة مش مهمة، أهم شيء، ما هي مصدر الحياة، كيف فينا نعيش بلا بيئة؟ J'ai eu le temps de réfléchir sur la condition humaine. Najat Saliba, welcome to Serde. Thank you so much for the invitation. I'm so excited. And I'm a little bit nervous. It looks like so nice and Thank you. Najat, أنتي, you are a professor of chemistry by الجامعة اللبنانية ب الجامعة الأمريكية ببيروت, co-executive director لخطة بيروت اللي هي مبادرة عملت بخمسة آب بتجيبوا علماء يحكوا عن let's say the environment, and كمان the director of Environment Academy. وصدفناك اليوم تنحكي عن كل شيء خاصه بالبيئة بلبنان. بعرف إنه هذا الشيء بده وقت كتير عادتنا, لأنه في كذا واجهة نحن لازم ننافس. بس هوشي, thank you so much for coming كمان. And كمان نسألك, بعتقد أول شغلة لازم نحكي عنها عدة أسئلة وراح نجرب نفتح ملفات نخلص كلنا بالحبس بعدين راح كلهم يكونوا على ظهرنا, بس إنه it's okay. It's worth it للبنان. So إذا فينا نعمل شوية ريزومي على شو عم بيصير بلبنان, شو المشاكل اللي احنا عم نعاني منها بالبيئة, لما نعرف وين لازم نبلش. نعرفهم, نعرف انه الحالة في أزمة بيئية بلبنان ضخمة. أكيد أنت صار لك زمان عم بتدق جرس الخطر, لأنه يلي عم بيصير مش مسموح. ونعتبر أكيد في ناس بعضهم منهم واعيين عن الخطر يلي نحنا فيه اليوم, من الهواء للمي من الزبالة. هلا الزبالة مبلا بفتكر كلنا صرنا بنعرف, كلنا شمينا ريحتها يعني. كلنا شمينا ريحتها بس, وأكيد عم نحكي كتير عن الكهرباء أخيرا. فمثل ما قال معين, كان جابلنا نفهم شوي, لأنه لما منشوف على الإنترنت وبجرايد الأرقام رانك تبع لبنان بالبولوشن, فشوي خايفين. فنحن هون لنشوف معك وين نحن اليوم, وأكيد شو لازم نخاف, شو لازم نخاف, وشو السولوشنز. لأنه مثل ما قلتينا قبل ما نبلش, مثل ما رح تقولينا بعدين, ما فينا نضل عم ندق الجرس, لازم نفكر بسولوشنز. أكيد لازم نبلش نفكر بحلول, مش لازم نبلش يعني, كان لازم بلشنا قبل. بس بدي أقول إنه أقل حقوق الإنسان إنه يعيش بهواء نظيف ويشرب ماء نظيفة ويأكل أكل نظيف. هذه من حقوق الإنسان الأساسية اللي كل العالم تتفق عليها. بلشنا من هون. Okay. نحن حقوقنا الإنسانية البسيطة, يعني حقوقنا بالحياة, منا محفوظة. ليه؟ لأنه هوانا ملوث, ولأنه الماء اللي منشربها ملوثة, ولأنه الأكل اللي مناكله كله أدوية إذا ما كان ملوث كمان. فبقى الحالة بتدعي مش إنه ندق نقص الخطر, الحالة بتدعي إنه نعتبر الناس المسؤولين عن تلوث الهواء والماء والأكل هن عم بيقتلوا الناس اللي عايشة بلبنان. عم بيقتلوا هلا قصدهم أو مقصدهم, ولا it's for profit, ولا كيف يعني؟ أكيد إنه نحن عم نموت على البطيء. يعني نحن مشروع سرطان كلنا سوا بلبنان. مش معقول انه الناس يعيشوا تحت هالقد تلوث وتحت هيك طريقة اكل وشرب وحياة, ويكونوا عم بيقولوا انه نحن عم نعيش حياة سليمة, حياة انه ما فيها امراض. لا, نحن مش
رح يصير معنا سرطان، نحن قدي بكير رح يصير معنا سرطان، لأنه الدراسات بتقول إنه العالم بلبنان وفي شوي بالمنطقة المجاورة بيصير معهم أمراض قلبية 12 سنة قبل غير عالم. سو هو مش سؤال إنه إذا حيطلعنا هالمرض، هي قصة أيمتى، مش بس أيمتى، قدي بكير كمان، قدي بكير كمان. إيه يعني عم بيقولوا مثلا إنه أمراض السرطان الثدي بتبين على عمر كتير بكير بالنسوان بلبنان، بينما بكل العالم بتنطر للخمسين والستين، نحن بتبين على الأربعين وأوقات قبل. طب سؤال، هي بس بلبنان ولا هيدي مشكلة عربية يعني؟ لا، هي مشكلة عالمية بالمناطق اللي بينهدر في بيصير فيها إهمال. يعني في كتير بلدان، مش كتير بس إنه في بلدان عايشة مثلنا، وقت يكون المسؤولين عندهم إهمال، وأكبر إهمال نحن عشنا فيه يمكن ما في مثله بغير عالم هو الانفجار. يعني الإهمال بيودي لقتل، وهذا اللي عم بيصير عنا. عاوزة الانفجار هلأ رح نرجع نحكي شوي about a few things، بس في شوي يعني كان في أسطورة طلعت at some point، أنا بتذكر بعد انفجار تفجير نهار تفجير أربع آب، بنقول تفجير لأنه صار detonation مش إنه haphazard بعدد كمان hopefully not يعني، بس صار التفجير وأنا ومديا أساس كمان بدنا نترك بيروت نطلع الجبل. إيه العالم عم تحكي عن إنه في fall out، في أمونيوم نيتريت بالهواء، ويلا حملوا غراتكم وفلوا. بعدين في حدا إنه لا ما تكونوا مستعدين انتوا تفلوا تتركوا العاصمه، لانه ما في نوكليير فول اوت، ومن هالمشكله كبيره موست بروبلي بركي كانوا عم بيطلعوا على الفيد تبعك على فيسبوك، لانه انت من يعني قلتي انه ما كان في هذا الخوف. سو بعد تفجير بيروت صار في تلوث بالهواء، شو صار بالضبط؟ هن الامونيوم نيتريت ما بيفقعوا لحالهم، الطريقة اللي فقعوا فيها صار في detonation. هاي detonation يمكن اجت من الفرقاع، يمكن اجت من شيء تاني بعد ما بنعرف لأنه كله مخبى. الوقت اللي صار الانفجار بيّن إنه هيدا الغاز اللي كان هيك لونه بريك، لونه أحمر، هيدا NO2، وبنفس الوقت اللي بيطلع فيه particles بنسميهم جزيئات بيمشوا بالهواء. هلأ الحلو إنه صاروا بالبحر و they got dissipated، يعني تبعثروا بكتير طريقة سريعة، هيدا اللي رحمنا شوي. Okay. But at the same time عندك كان rubbles، يعني كانت البنايات عم بتهبط والغبرة فاعتة بكل الدنيا والإزاز متل الدنيا، يعني اللي كنا عم نتنشأ، ومش بس الأمونيوم نيتريت اللي احترق، كنا عم نتنشأ زيز، كنا عم نتنشأ بطون، وكنا عم نتنشأ يمكن ما كنا عارفين إنه أسبستوس يكون فيهم البنايات القديمة ببيروت. كان في كتير question marks، بس اللي نقال إنه في نووي وفي أسيد رين وهيك، هولي كانوا واضحين إنه منهم موجودين. اللي صار إنه قلت لهم للعالم طلعوا نهار ورجعوا، لأنه الهواء الأسنان، إحنا قبل مش أسنان شفنا من الأقمار الاصطناعية قبل وبعد، شفنا انه الـ NO2 got dissipated. يعني ايه لانه انت كمان خبيرة هواء، you're an expert in air. لا او في انه قد ما تكون expert بدك machines يعني بالنتيجة ليقروا شو عم نشوف. اكيد ايه. لانه كمان من بعد تفجير بيروت، من وقت اكيد كنا اصلا ضايعين، ما حدا كان عم يفكر، ما كنا عم نعرف كيف بدنا نفكر، يعني رايحين من ميلة لميلة مش عارفين إذا مثل ما قلتي إنه رح نتنفس نيتريت أو لا. بعد كم يوم صار في الحريقة بالمرفأ، سبتمبر 10 بعد شهر، حسينا مثل بعد كم يوم لأنه وقف الوقت وقف الوقت ومش عارفين أي نهار كنا، وأنا كنت بمنخير بعرف إنه طلعنا نسكر كل شيء، كنا على البيس كامب عم نساعد الناس بعدنا، فهربنا ونهارتها لنفرجي قدين نحنا مش عارفين بأي بلد عايشين وأي بيئة عايشين. كانوا الناس يدقولي ويقولولي طب جاي عبيتك وسكرش ببيك لأنه ما فيك تعرفي شو رح نتنفس، وفي ناس يقولولنا لا ما تسكرش ببيك لأنه بركي يفقع يصير في انفجار تاني بمرفق بيروت، سو أحسن الإزاز يكون مفتوح لما ينفجر. انفصام على الآخر، يعني انفصام كامل، وما كنا وهالد الدخنة كانت بتفزع كتير لأنه كانت سودة ونهارتها كانوا عم بيحرقوا evidences. ما بيقولوا عم بيحور أفيدنس أو ما بعرف شو كان عم بيصير. ليش كان عندكم إزاز لتسكروا؟ 100%
كان عندكم هيدي الكارثه نهارتها كمان الناس اللي كانوا بمناطق مرم خير وجميزه وكارنتينا وهيك ما كان في ما كان عنده ازاز يعني بس هيدا الخوف انا في عندي مش تلميذي هنا بالريسيرش اسيستنت تشتغل معي صار الازاز على تخته يعني كانت قالت لي حسيت انه فيهم يفوتوا على نص بيتي على تختي اللي هو أأمن مطرح لإلي ويقتلونا صح يعني قالت لي ما عم بقدر بقيت شيء ست شهور ما عم تقدر تطلع منها هيدي الشغله قد ما كانت صعبه انه تفوت على تختها لترتاح ما تقدر ترتاح مكانها آمن وهي لما صار الانفجار كانت واقفة بالكوريدور وبيها مخبى هيك وعم ينزل الإزاز عليه وتقوله باب باب رد علي رد علي وهو ما كان عم برد سو تصوري لحد وين كان الرعب وبيطلع دخني سوداء سبتمبر 10 ما عارفين شو عم يحترق لأنه طلع بعدين من وراء الانفجار طلع تقرير انه كان في كتير كيميكلز مكبوبين بالارض ومنهم محطوطين بطريقه مزبطه يعني لا في سيفتي ريجوليشن الاهمال اللي كنت عم تحكي عنه هيدي النيجليجنس كتير كتير مهمه يعني انا من بعد الانفجار بقيت 2 سيمسترز ما اقدر اعلم عادي اعلم كيف ممكن نعمل توضيب يعني what are the safety regulations اللي لازم ننتبه لهم حتى لو كنا بالبيت من جرة غاز من صيانة wow. من كل شيء يعني بقيت 2 semesters ما قدر فوت على الصف اللي هو كان online وأعطي class as usual كنت دايما عم نحكي عن الانفجار وعم نحكي عن السيفتي وعم نحكي عن النيجليجنس حتى هلأ طلبوا مني بأيوباك أيوباك هي أهم منظمة عالمية للكيمستري والكيميكال سيفتي إنه أحكي بالأول طلبوا مني 15 مينت برزنتيشن لما عرفوا عن شو بدي أحكي قالوا لي لا 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 The floor is yours. بدنا 30 مينت مش بدنا سردي معك أسردي أنا بدي ما معقول لأن أدي في سيفتي فيوليشن عنا بلبنان وأكبر دليل هو الانفجار اللي قتل بيروت طب بس تنعمل quantification بعد في رواسب أو toxins عم نتنشأون من بعد تفجير أربع آب ولا قطعوا لأنه قلت إنه انسحبوا من البحر أغلبيتهم أو لا اللي صار في panic لأنه السايلوز اللي موجودين معمرين قديماً وصار يقولوا في أسبستوس كتير بكل الهنغاريت اللي معمرة على البور لأنه هيدي معمرة قديم وصار يقولوا كمان أنه الجميزي فيها أسبستوس لأنه البنايات قديمة صار في بانيك سو اللي عملناه نحنا صرنا ناخد سامبلز من الربل مشينا بكل الجميزي وأخذنا ربل سامبلز بيّن أنه ما في أسبستوس بريت البور أوكي بس اللي سمعته أنا ما فحصتهم بس اللي سمعته من زملائي إنه لقيوا كتير أسبستوس بقلب البور وهيدي it's a different story so لا ما في شيء بالهواء بس اللي بخوف هن الconstruction والdemolitions هلأ ما بيخوفوا لأنه من الأسبستوس لأنه كنا كتير خايفين منه بس تأكدنا إنه ما في اللي بخوف إنه في كتير dust اللي بده يصير يعني It's so funny. هلا نحنا as we speak عندي 2 students يوم أي يوم لا بيحملوا backpack على ظهرهم وبيمشوا واحد بالجميزي وفيرا واحدة بالحمرة just to compare شو عم بيصير post explosion. So وقتها صار في مشكلة البنزين and it's very very sad إنه كل المحطات بهيدا الشارع الجميزي اللي عم بيمشوا فيه كلهم ضيقوا بالحرق بالexplosion وسكروا. يمكن في ناس اختربت بيوتها وفي ناس ماتت literally اختربت exactly بينما بالحمرة اللي محطيت بعدها فاتحة so هل من يومين كانوا عم بيقولوا لي انه levels pollution بالاول من بعد الاكسبلوجن دغري كانت تبين level of pollution بالجميزة اعلى لانه في الدست وهيك قالوا بأزمة البنزين عم تبين level بالpollution اعلى بكتير بالحمرة دان جميزة وين ما كان ما خص ال ما في ترومبات لانه في ترومبات يعني وقتها تقربوا لحد الترومبا بالعالم السيارات ايه وعم يطلع كتير بولوشن سو قلت لي فين عم نقيس اكتر بكتير هلا صرنا بولوشن بالحمرة مش بالجميزة لانه ما في ترومبات فاتحة بالجميزة يكون شيء بنصير شيء تاني عن جهد مش معقول مشان هيك هلا نحنا بمشكلة
البنزين وفاكل الناس اكيد وما بيطفوا سياراتهم يعني كيف بدك تطفي سيارتك تبقى محروقه لحتى تعبي البنزين وبعدين بدك تحط الاي سي لانه في شوب في كل هولي حاله الهواء ما زي نحن هلا عم نحكي بلشنا عم نحكي عن الهواء نحن بالهواء سوا صار شيء كتير مهم لما بلشنا اللوك داون سنة الماضي بعد كم يوم بلشوا الناس ياخدوا صور عن الشط عن بيروت وبطلنا نشوف هيدا الفوق يلي الفوق الأصفر البرتقاني يلي بتشوفه عادة لما بتنزل من الجبل أو لما بتظهر شوي من بيروت لأنه فهمنا إنه الهواء صار نقي فوق بيروت بس أكيد رجعنا نستعمل سياراتنا ونحرق يعني إيه ونعرف قديش الكهرباء كمان المعامل الكهرباء تبع الزوق السنترال تبع الزوق إنه بتلوث كل شيء عم بيصير بلبنان وين صرنا اليوم كيف الهواء بلبنان لأنه كنا عم نحكي هديك ساعة الأرقام وبفتكر الناس منهم واعيين عن العوائب يعني في وين يصيروا عن الصحة كنت عم تحكي عن الكانسر فاليوم نحن وين لكن نحن عنا مشكلة كتير كبيرة لأنه عنا two sources يعني موردين كتير قوية للأير بولوشن اللي هن السيارات القديمة وكل سياراتنا قديمة جمالاً بالأفريج ايج يعني عمر السيارات كلها بلبنان 19 سنة واو. شو يعني and still counting يعني مش انه مش عم نأخر يعني مش عم نصغر عم نكبر شو يعني نحنا الأفريج ايج يعني معدل السيارات عم بيمشي على تكنولوجيا كتير قديمة بينما هيدا الشيء ممنوع بأوروبا يعني صاروا هن يورو 6 ما بعرف قدي ونحن بعدنا عم نشتري المانيفال ونمشي عليها بأوروبا في وقت معين يعني لازم ترجع تسلمي سيارتك لما يطلع لك موديل جديد أو right. في قانون أوكي right. لأنه أو بتصير تدفع تاكسز كتير عالية على السيارة القديمة لأنه بتكون عم تعمل more pollution and you're not evolving with the new technology يعني بصير في كتير فرق أوكي okay. سو نحن ما عنا هالشي منشان هيك السيارات اللي عنا بتطلع كتير بولوشن وهيدا مشكلة كتير كبيرة وما عنا نقل مشترك أكيد سو هيدي كل الناس بدها تمشي بالسيارات وهيدا بزيد أنا رجحت يعني الدولة 50% من السيارات 50% من الهواء تلوث الهواء هو ناتج عن السيارات بيجي فوقه الموتورات ومنرجع منحكي هلأ بعدين موتوريت تبع الكهرباء موتوريت تبع الكهرباء عندك بتوين كل بنيتين عندك موتور كهرباء بمعدل عملنا مسح لبيروت تقريبا every other building عندك موتور طب لبرسنتج بعتد on a global level 50% من الاميشنز ببلد يعني attributed للسيارات هذا الشيء طبيعي عادة شو بيكون البرسنتج حسب البلد إذا البلد عنده صناعة بيكون تقريبا distributed evenly بين سيارات وبين طاقة وبين صناعة في كتير بلاد ما عندها صناعة بيكون الميجر مثل نحن ميجر source of pollution بتكون السيارات بس بيكون عندهم نقل مشترك وشو بيكون عندهم بيكون عندهم regulations على السيارات مشان يخففوها هلا لا نحن مثلا عملنا study أخذنا وقفنا بجل الديب جل الديب يعني أوتوستراد نحن مورورلس كوت أن كوت هذا أوتوستراد وكمان كان في حدا جروب بلوس أنجلوس عم بيعمل نفس الدراسة ووقفوا على أوتوستراد اسمه الهايوي 710 الهايوي 710 هو بإندستريال زون بيطلع كل شيء فيه هول التراكس الكبار وبيمشوا لهونيك لأنه بيروحوا بياخدوا غراض وبيجيبوا غراض طلع انه اذا من قرنا جرام بير جرام يعني اخذنا جرام اوف بولوشن مور اور ليس واخذنا جرام اوف بولوشن من هونيك طلع المواد السامه اللي بنلاقيها بالجرام اوف بولوشن ببيروت 7 مرات اكثر من المواد السامه الموجوده بلوس انجلوس يعني عم نقارن نفس الشيء وعم نقارن تو فري ويز وعم نشوف شو في مواد سامه بقلب هاي الجزيئات اللي جبناها وعملنا لها كولكشن على فلتر وقديه طلع فيه مواد سامه بس عم نقارن لوس انجلوس ببيروت رايت which is insane exactly ليش لان نحن 405 فور اكزامبل يعني نحن قد ما يكبر الاوتوستراد قديه يعني حسوب زركوا بعضهم وركبوا احد بعضهم قد ما فيهم قد وين بنوصل نوصل لاربع لينز
مزبوط. هونيك قد ايه 405؟ It's huge. She 8 lane highway بعتقد يمكن مايلة. Exactly. ايه هيدا اللي عم نقوله. يعني شفت قد ايه عمر السيارة بيأثر على قد ايه عندك مواد سامة وسرطانية بقلب البولوشن بقلب الجزيئات اللي بتطيلون. والكواليتي تبع البنزين كمان يعني إيه؟ لما بتروح على اوروبا عندك جرين بنزين يعني قصص منهم مثل اللي نحن عم نستعمله هون بيلعبوا بالبنزين والمازوت فما بتعرف كمان شو بيحطوا زياده فيهم وبيضروا الهواء كمان هيدا غير موضوع يعني كمان راح ينتقل من موضوع لاير 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 اكزاكتلي ما بتعرف من وين بتبلش بتخلصي سو هيدي عنا مشكلة السيارات لما وقفت السيارات during the lockdown نزلت البولوشن تقريبا 50% لأنه ما في السيارات والسيارات هي هالقد بيرجع عندك الموتورات أكبر مرض سرطان بحد ذاته يعني هن بهيدي الصورة اللي تبين عند مارسيل بصار الوقت بين انه في concentration of NO2 NO2 عنا وبالعراق ليه؟ لانه نحن وياهن نستعمل ديزل جنريتورز لحتى نغذي بإيران بالعراق سوري اوكي ايه وبعدين انا سمعت انه بالعراق ما عندهم هيك موتور دغري بيفصل بيدير على الكهرباء وهيك بينزل بيعملوه مانيوال سو راحوا اللبنانيين يعلمون كيف يعملوا ديجونت كابتن بلانت اللبنانيين مش معقول صدر تكنولوجي واو سو هالقد الديزل جنريتور غلط ليش لانه دخونه وين دخونه أو على شباكك أو على شباك جارك 100% ولأنه ما في urban planning ببيروت يعني أنت حسوب قال لك القانون أنه أنت لازم تحط الدخون على السطح بس السطح عندك على شباك جارك 100% ما في zoning levels ما في شيء يعني ما فيك تعرف من وين عم يجيك السم وأنا بحس أنه الموتورات الديزل كأنه واحد عم بيحط سم ويحط لي بوجهي حتى تمك بالإشاب ما يعني ايه اكزاكتلي هالقد مأذي ديزل جنريتورز ما في دولة بالعالم تحترم حالها بتقبل انه يحطوا الديزل جنريتورز بين البيوت وبيحطوا هالقد سموم بنفس العالم طب ليه بنعرف سوري سوري جو هاد بنعرف انه الدولة اصلا اللبنانية ما بتحترم حالها مش بس بخص ما هذا هو السؤال يعني تبعي يعني انه صرنا انه ما بعرف اي هذا هو السؤال والعالم لما هن ما بدهم ينتقلوا على سورس اوف فيول غير او الدوله ما بتخليهم او الدوله ما عندها المبادرات الكافيه كرمال تقدر تعمل هيدا الترانزيشن شو المشكله اللي بعدنا نحن بهلا عليه يعني الموتورات والتلوث هلا ما فيك يعني ما فيك تحكي هيك ليه لانه كل شيء بلبنان له مافيا مركبه أوكي. مدعومه من مافيا تانية مركبه مدعومه من حدا كبير سو ما فيك ما بتعرف هلا فينا نحكي هيك وفينا نقول technologically speaking ليش وين الصعوبات صعوبات انه نحن ببنيات يعني بعد لحد هلا التكنولوجي ما بتعطيني كهرباء الي اذا انا قاعدة بطابق بنص بناية يعني وين بحط السولار بانل بدي احطه على السطح واذا السطح مملوك من حدا ما رح يقبل يعطيني اياه لحتى انا I collect my own solar energy سو عنا مشكلة كبيرة بالبنيات هلا يمكن تكنولوجي بعدين تصير انه سولار بانلز بينحطوا على الشبابيك قديه سولار انرجي از ايبل تو بينتريت كمان بتوين بيلدينجز از انذر ستوري يعني وقت يكون عندك بنيات طويله وعم تحجب لك الشمس تقريبا كل النهار شو بتعمل انت ما عندك تشويس اوكي سو في عنا تشالنجز انا ما عم بقول لا بس هول التشالنجز دي ار بريزنت ونحن موجودين لنحلهم هل حطينا فكرنا وعقلنا وجربنا نحل هولي؟ ما بعرف هلا كمان يعني ما بعد كنت عم بحكي مع رفيقتي احنا عايشين بسويتزرلاند وهن ركبوا سولار بانلز عندهم بالبناية وكمان عملوا ديل بعتقد مع الجوفرمنت انه حيلا انرجي او حيلا طاقة زيادة هن بيجيبوها بيجوا بيبيعوا للدولة او بيصير في incentivization financial incentivization كرمال ما يصرفوا بقى كهرباء الدولة ويستعملوا بس الطاقة الشمسية تبعيتهم يعني تتشوف وين هن صاروا وعم بيعملوا ديلز مع الدولة كرمال يدفعوا اقل او بيصير في اقل ضرائب ما بعرف exactly شو سيستم اكيد I butchered it بس وين هن وكيف نحن very frustrating إيه أنا كان سؤالي يعني مش بس مبادرة شخصية إن نحط سولار بانل
شايفين على الأوتوستراد يلي بنسميها الأوتوستراد في سولار بانل ليحط ليضوي الأوتوستراد يعني ما بحيته بيضوي فينا نعملها كمان بقياس البلد يعني نحن ما فينا اليوم نصنع كهرباء مع السولار بانل بلبنان مش بس للبنيات لكهرباء لبنان يعني هلا ليكي انا الكهرباء is not my area of expertise okay. يعني قصة الرينيوبل انرجي والريبليسبل انرجي بس انه لانه بيشتغل اير بولوشن يعني بصير ندرس الالترناتيفز يعني بس ما بعرف قد ايه لازم يكون عندنا سولار بانلز واذا عندنا المساحه بس بعرف انه في ديا عملت هيك مشاريع وقدرت انه تغطي الكهرباء للضيعه وترد كمان سم اوف ذا انرجي باك للجريد اوكي سو بتصير يعني يعني على نطاق ضيعه صارت وبعرف انه في جروب فروم يو ان دي بي عم بيشتغلوا كتير على هيدي الشيء وعم بيجربوا قد ما فيهم يشتغلوا هن ودي على يعملوها كنت عم تحكي مافيا كنت عم تقولي مافيا related to another mafia وهيك اكبر ازمه بقيه سمعنا فيها نحن هالعشر سنين هي ازمه الزباله right. من ست سنين وكلنا عارفين انه بفتكر كلنا اذا مش انه ثلاث ارباعنا عارفين كلنا شمينا على اكيد هيك ما في شك انه كل هالقصه انه كل واحد كان بده شقفه من الكعكه وكان في كلها مربوطه بالفساد وتجديد عقود ومحاصصة وهيك بس شو صار على المزبوط لانه أنا شخصياً بعرف إنه خلص العقد مع سوكلين بعدين صار في كم شغلة صغيرة نعملوا مع رامكو ورامكو يوقفوا ويرجعوا وهيك بعد لهلا ما انحلت وتعرف شو صار على المزبوط ليه وصلنا لهون وليه اليوم صلنا ست سنين يعني بلشت الأزمة ب 2015 صلنا ست سنين عايشين بزبالة وحتى إذا مش عم نشوفها بعد ما كنت عم نشوفها أول الأزمة بعدنا عايشين فيها بعد مخفية سمر بس مدي أن احنا صرنا من سنة 1970 عايشين بأزمة الزبالة أوكي نورماندي كان أزمة الزبالة أوكي جبل برج حمود كان أزمة الزبالة مزبوط زو نحنا هلأ عم نشوفها لأنه صارت كمان تعمل ريحة وصارت تعمل ريحة بكل المطارح بينما من قبل كان نورماندي عنده ريحة وكان جبل الزبالة ببرج حمود كان عامل ريحة على أهالي برج حمود اللي أنا بعتبر إنه في ظلم بحقهم أكيد. لأنه حطوا كل المزابل عندهم من 2005 بفتكر ببرج حمود فبقى قصة الزبالة مثل قصص الهواء مثل قصص الماء شو المشكلة؟ المشكلة إنه إجوا قسموا هالبلد على الوزارات وكل وزارة تابعة لمافيا right? ما بيحكوا مع بعضهم يعني حسبي وزارة البيئة بدها تعمل قانون تحمي الهواء اللي هو موجود هيدا بقولوا له Clean Air Act وكان إنجاز يا لطيف إذا أجت بدها تسكر معمل ما فيها لأنه ما بتحكي مع وزارة الصناعة أو ما بتحكي مع وزارة الزراعة إذا في شي فارم عم تعمل ريحة أو ما بيشتغلوا مع بعضهم لحتى يحلوا المشكل فكل واحد عم بيغنى عن مواله كان في ضيعة عم بيموتوا من ريحة الفورمالديهايد إجا لعندي قال لي بدي أعمل كل شي لأنه أمي ماتت سرطان بدك تساعديني لحتى نسكر هالمعمل وزارة بيئة وزارة صناعة وزارة زراعة وكل الأحزاب السياسية اللي داخل بالموضوع بقينا تقريباً شي 3 سنين نحن وياهم نروح ونجي نروح ونجي يعملوا قرار هون يغيروا هون يعملوا قرار هون يغيروا هون لأنه أول شي ما بيحكوا مع بعضهم وتاني شي وقت يصير في مصلحة شخصية بيصيروا كلهم يحكوا مع بعضهم حتى ما يسكر المعمل ولو الناس عم بتموت سرطان ما هديك المرة كان في واحد عم بيقول في بده معمل للمسيحية ومعمل للسنة ومعمل للإسلام يعني بعضهم هن ما عم بيفكروا هيك هن بيقولوا إنه بدهم معمل المسيحية بس هو بده مصاري أكيد شو exactly. بولشت يعني so 1970 بلشت مشكلة الزبالة من بعد الحرب أو بقبل الحرب وبلشت تكمل صرنا نطم البحر طمينا النورماندي وعملنا هلأ مطرح كتير حلو صرنا منروح منتنزه فيه خلص هيدا شو بدنا نعمل صار يو نو اخذنا مصاري لناخذ ريل استيت جديده خلينا نقلو على مطرح تاني عملنا جبل برج حمود
اوكي جبل برج حمود تل الدين الزبالي، شو عملنا هلا؟ في ازمه جديده لازم نتحرك. عملنا مكب النعمه، رحنا على مكب النعمه دلينا نعبي الوادي لحتى طفح الوادي زباله. اوكي شو عملنا؟ قامت العالم ما بقى فيها، ما بقى فيها تتنفس. شو بنعمل؟ ما في خطه من 1970، ما في خطه وما بدنا نعمل خطه للزباله. ليه؟ لانه الزباله فيها مصاري، الزبالة كلها مصاري. أوكي مناخدها بسعر ومنطمرها بالبحر. شو عليه؟ كل البلديات مديونة لشركات لم الزبالة. أوكي بس ليه انفجرت ب 2015؟ واي؟ لأنه سكروا مطمر النعمة وقتها صارت. ايه وقتها سكروا مطمر النعمة وقالوا نحن ما بقى رح ناخد الزبالة لأنه ما بقى فينا نتنفس وما بقى فينا نعيش بهيدي الريحة. قالوا اوكي نحن ما عنا خطة بديلة، اصلا ما عنا خطة زبالة، نحن عنا وادي بدنا نطمه. اوكي ما في خطة بديلة، شو بنعمل؟ كبينها على الطريق لحد ما انه لقينا البحر لنطم البحر. جبنا مصاري تمويل، طمينا البحر، طمينا برج حمود ببرج حمود وبجديدة، وكمان لقينا ناس بيستقبلونا بكوستا برافا، وهلا عم نطم البحر. هلا سوري انا بيت مدهوشه. طيب كنا عم نحكي عن سوق لينا لانه كنت عم جرب. ما يعني ما خص يعني شركه واحده او شركات، الخاص انه ما في شيء. يعني في ازمه نتعاطى مع الازمه لنلاقي مطمر. كيف بنعمل المطمر؟ ما حدا بيعرف. ايه وين ما كان يعني. ما في دراسات يعني كلها عشوائيه؟ لا في دراسات، بس الدراسات بتكون لنحطها بالجرور، والجيبة بتكون هي اللي دير الديسيجن. يعني أي دراسة بتقلك روح طم البحر وش حط السماكين من برج حمود، أي دراسة بتقول هيك؟ وشو الحل؟ يعني لأنه في ناس بيفكروا أنه مش معقول يحطوا المطامر بنصدين المدينة أو نص الناس، يعني بيقولوا لك أنه روحوا حطوهم بمناطق ما في عنها. شو الحل؟ بس هذا تفكير غلط. ايه أكيد تفكير غلط، بس نعمل شو الحل اليوم؟ أنه اليوم أنه نحن عايشين ببيروت بس بحيالة مطرح تاني في ناس تاني. ايه بعرف يعني، بس إنه لا أنه قصدي اليوم أنه شو الحل؟ الحل الكونكري يعني الحل أنه نعتبر زبالة مواد ريسورسز، يعني نشتغل فيها. أوكي هلأ في بيوصل وقت في شيء اسمه ريجكت، يعني هولي ما في عنا غير حل انه نطمرهم. ساعتها اذا عملت انا مطمر صحي مثل مطمر النعمة، بدل ما يهديني 5 سنين او 10 سنين او 15 سنة، بصير يهديني اكتر بكتير. سو ما في شيء اسمه حل جزئي، لازم تكون حل متكامل. شو هي الاشياء اللي انا بدي استعملها لحتى طلع زبالي؟ وقت اطلع زبالي كيف بدي اخلص منها؟ في شيء اسمه ريسايكلبل، في شيء اسمه كومبوستينج، في شيء اسمه ريجكت. It's very simple. The equation is very simple. ما بدي راكت ساينتست لأن العالم كله بيعرف يعملها، بس نحن we have to copy and paste. ما بدنا نعمل شيء تاني. لازم يكون في معامل تعمل الريسايكلبلز، اذا ما بدها المعامل ما بتوفي معها، we package them and we send them. كل العالم عم تعمل سيركولر ايكونومي، عم بيرجعوا يعيدوا استعمال. سو في ريديوس، هيدي اهم بكتير. نحن شعب ما مننتج شيء ومنكب كل شيء. عم تحكي على الصعيد الشخصي يعني، نحن ما مننتج شيء مش كبلد يعني كل فاميلي يونت يعني. ايه وعلى صعيد البلد نحن شو مننتج؟ هيدي اكيد انه اكتر من مننتج زراعه، رايت؟ شو عنا صناعه؟ ماشي. ايه اكزاكتلي، يعني انه في صناعات صغيره كان في في جولوري مثلا لازم نحافظ عليها، في كتير صناعات صغيره حلوه هاند كرافت انه لازم نحافظ عليها، بس انه شو هالانتاج العظيم اللي عم نعمله؟ لم ننتج بلاستيك، لم ننتج شيء. ليش بدنا نكب؟ وليش وقتها اشتريها للشغله ببقى مبسوطه بالكيس وجاي مبسوط وهيدا، وقتها اطلع فيها هيك كب الكيس صار زباله؟ كيف؟ ما في منطق يعني، في احترام كمان لقدي أخدت شغل طاقة وتفكير واهتمام لطلع هالكيس من ورقة وصار كيس بلاستيك حلو أو مش بلاستيك أو ورق. بيجي أنا بمسكه من المحل على البيت وبكبه، إنه وين الانرجي كلها اللي عمل عمل عملوها العالم لوصلونا لهون؟ يعني قصة الكب
هي كونسبت غلط اصلا. يعني انه انا كيف بكب حيلا شيء بيطلع بايدي بمشي وبكب، هيدا الكونسبت مفروض نحن نتغير، وهيدا الكونسبت جديد منه قديم. يعني انا منكب إيه؟ انا بيي ما كان يكب، كان يقول لي اعدي حد البحر واصرفي بالصفده. يعني قد ايه البحر بيقدر يعطيك مي، كان يقول لي بتقعدي حد البحر وبتصرفي بالصفده، بتصرفي على قد ما انت عايزه مش اكتر. يعني جدودنا وستاتنا وبيتنا كانوا يحافظوا، كان عندهم قيمه للاشياء. نحن رجينا على بيروت تمدنا وفكرنا انه التمدن انه نشتري ونكب، نشتري ونكب. نحن مجتمع استهلاكي، مجتمع منستهلك ومنكب، ما عنا قيمه للاشياء. قد ايه بتاخذ وقت لحتى تنعمل، وقد ايه بدنا نحافظ عليها، واذا في حال بدنا نكبها نكبها بطريقه سليمه. وين الغلط؟ وفوق الدكة من 30 سنة، إذا بدك نرجع 30-40 سنة، ما كان حدا يقول إنه البلاستيك مش منيح وانتبهوا على البلاستيك. فاليوم كلها قصة ثقافة. اليوم أنا نحن منعرف إنه شباب بلبنان they are more aware في وعي إنه عن الحالة. يعني لما بشوف إنه أنا بشوف الشباب ما بيشربوا مي بقنين بلاستيك، دايما بيجعوا بيعبوا عندهم بالبيت او قنينة ازاز او ترموس وهيك. يعني صعب كمان نرجع نعلم غير جيل او غير اجيال انه الكب ما مفروض يكون مثل ما عم بيصير. في ثقافة كمان لازم. بس كمان يعني كنت عم تقول نجات انه هي ما خص، يعني في اجيال مثلا عايشين بهمبل بيجينينجز بضيعة مثلا، هي اللايف ستايل تبعيتهم ما بتخليهم كتير يكبوا. يعني I think هو المشكلة هي إنه بالمدن بالذات بيكبوا أكثر، هيك؟ yes. لك في كتير إشي هلأ حكينا عنها. قصة اللايف ستايل هي دي كتير مهمة، إنه أنا بطلب دليفري، كل شغلة بتجي بباكج. يعني بس لأتغدى بيطلع لي كيس هالقد بدي كبه من بعد ما أتغدى، إنه هي دي بدي يعملنا موجودة. قصة الشباب، وين المشكلة فينا وكيف الشباب عم بيتعاطوا بالموضوع؟ وقصة البلاستيك، خليني بلش من البلاستيك. وقتها اخترعوا البلاستيك it was the greatest invention. تصوري انه عندك كيس بلاستيك قد ما تشدي فيه وقد ما تحطي تقل فيه ما بينخزق. it's a great invention. انا ما بعتبر البلاستيك هالقد بعد، بس the consumption استهلاك البلاستيك والطريقة اللي تعطينا فيه معه هو الغلط، مش الانفنشن of the plastic. إنه في كتير inventions بتصير بعدين بيتصرف مع الإنسان لأنه ما بيعرف. لما شفنا بعدين إنه البلاستيك is not biodegradable وما بيتفكك بسرعة، هو الهدف كان إنه لما اخترعوه إنه ما يتفكك، بس لما لقينا إنه هالقدي عم بيعمل pollution تغيرت العالم، صاروا يشتغلوا ويخترعوا plastic biodegradable. so قصة الانفنشن كتير حلوة، وهيدا اللي لازم الناس تضل تكمل فيه. قصة الشباب، نحنا أنا كل ما أطلع على أي انترفيو بعتذر من الشباب، لأنه نحنا جيلنا ما خلى شي لقلهم، لا خلي لهم مي ولا خلي لهم هوا ولا خلي لهم أكل يكلوا. نحنا خربنا لبنان جيلي وما خلي لهم شي. كيف بدهم يعيشوا؟ شو عم بطلب منهم؟ أنا عم بطلب منهم يتنشأوا هوا مجوي، وعم بطلب منهم يأكلوا يأكلوا مي مش منيحة، وعم بعطيهم أكل منه صالح للأكل. هول الشباب مسؤوليتهم أكبر بكتير من مسؤوليتنا، وإذا هن ما قرروا ينظفوا لبنان، لبنان ما رح ينظف، لأنه نحن جيلنا ما رح يعرف ينظف. منشان هيك أنا بعتذر منهم هون، وكل مرة وقت أحكي عن الموضوع بعتذر منهم. نحن يعني بمنتشرين كنا عم نعمل كذا مبادرة، وين طرينا مثلا ننظف الشط، رحنا على سور وقتها كان في الأويل سبيل وبلشنا ننظف الشط من أول شيء من سور على رملة البيضة لكمان الباترون. وبعدنا سنة 90 يوم، مش نحن بس، يعني في كتير جمعيات عم بينظف أنجيوز من آخر صارت آخر شباط القصة. بس بتعرف شو المشكلة كمان هلأ؟ اوكي اكيد هذه صارت قضيه شوي شبابيه لانه نحن عم نفكر بطريقه مختلفه، بس هلا لما بننزل كمان ومنساعد في كتير عالم عم بيقولنا
جايز انه في لبنان عنده كتير مشاكل، عنده مشاكل سياسية، عنده مشاكل بالكهرباء، عنده مشاكل معيشية، ليه انتم عم تحطوا بالكم بالانفايرمنت؟ شو بكم حش ضيعوا وقتكم في مشاكل بعد اهم؟ سو في عنا بعتقد عم بتشوف اولويات كأنه بالمشاكل، وانا ما بعتقد شيء صح، لانه مشاكل بقية عندهم طبع سياسي و it's part of a much bigger problem بعتقد. واذا عم نعالج واجهة معينة، مش يعني عم ننكر كل شيء تاني، صح؟ هيدي الشغلة اللي لازم كل الناس يغيروها، وهيدا اللي عم جرب أعمله على السوشيال ميديا تبعي. إذا إنسان بيقدر يعيش بلا هوا، إذا في بطل يتنفس لثانية أو يبطل يشرب ماء أو يبطل يأكل، معناتها في عيش بلا بيئة نظيفة. يعني البيئة بالنسبة لإلي هي، بالنسبة لكل إنسان، هي أولوية أهم من السياسة وأهم من كل شيء بفكروا فيه، لأنه هن بحد ذاتهم ما ممكن يوقفوا تنفس ولا حتى لخمس ثواني، 5 seconds. كيف فيهم يقولوا أنه البيئة مش أولوية؟ البيئة مش مهمة، أهم شيء، ما هي مصدر الحياة. كيف فينا نعيش بلا بيئة؟ وإذا ما منبلش ننظف بيئتنا ونتحمل مسؤوليتها، نحنا ما رح نصير ناس منحافظ على وطننا. بس ليه أولك عم بيقولوا هذا الشيء أنه مش أولوية؟ بركي لأنه في سام الخوري he's the head of the environment committee بمتشري، عم بيقولي عم بعرف لما العالم بتعيش، لما العالم بتخلق بمكان فيه كتير resources super abundant، طبيعة بتعقد، بياخدوها for granted، يعني ما بياخدوها بعين الاعتبار، ما بيفكروا في expiration date معينة، وما بيفكروا أنه لازم نحافظ عليها. You think that's maybe هذه هي المشكلة اللي نحن عم نعاني منها؟ Yes. عم بياخد كل شيء for granted. لا، نحن صرنا نعرف قيمتها. مثل ما قالت مديا، إنه في عنا جيل جديد فهمين القصة، إنه أنا ما رح أقدر كمل عيش بلبنان إذا ما بعمل هيدا. بس أكيد في مطارح كتير حلوة ومطارح بتاخد العقل. إيه، الناس اللي عايشين هونيك نيالهم ما بحسوا إنه في urgency إنه يحافظوا عليها. ضروري انه نحن نبلش، ونبلش قدام بيتنا، ونبلش نكنس الطريق، ونبلش ننتبه لكل شيء حوالينا، من مي لهوا لأرض لكل شيء. كنت عم تحكي عن الفرز، عن ريسايكلينج، قديش عم تنعمل بلبنان؟ مش عند الأشخاص، في كتير ناس دي ريسايكل، وفي كتير ناس أبدا ما بيعملوا شيء ببيوتهم، والجواب بيقولوا لك إنه أصلا نحن كتير عارفين كتير منيح رح يخلصوا كلهم بزيت الكيس ويخلصوا على الكوستا برافا. فقديش، شو البورسنتاج تبع يلي بيوصلوا لمحل يعني ومنعرف إنه هولي رح ينفرزوا؟ إنه إيه، عم الزلمة عم بيفرز، عم بيضيع وقته، عم بوجع رأس، ولا عن جد هذا الريسايكلينج أفرت حتروح لمحل ناتج؟ دايما بدنا نعمل حيلا مبادرة، لازم تكون أول شيء مبنية على العلم، وتاني شيء كاملة، إنه ما فيني إجي أقول أنا بدي أعمل ريسايكلينج وحطهم على مدخل البناية، هيدا ما العاز. Exactly. Alright. أنا بدي أعمل ريسايكلينج، بتعلم كيف بعمل ريسايكلينج، يا بدي اشتغل انا والبناية كلها وكل جيراني لحتى نتواصل مع كومباني ونتأكد انه هاي الكومباني عم تاخدهم وعم تعملهم باكيجينج لحتى تصدرهم او تاخدهم على معمل، يا انه ما نعملها. انه كيف هيك يعني؟ المبادرة ما فيها تكون شخصية بهيدي الشغلة، او اذا كانت شخصية بدها تكون جماعية. سو خليني احكي عن الانفايرمنت اكاديمي، الأكاديمية البيئية، نحن طلقناها هديك السنة بصار الوقت مع مارسيل غانم، وقلنا نحن مين ما كان بده يشتغل على الأكاديمية البيئية مفروض يتبع منهج علمي واضح قبل ما نعمل حيلا مبادرة بيئية. وهيدا الهدف. شو يعني؟ يعني اجت ضيعة قالت أنا عندي مشكلة زبالة، كل زبالتنا عم بيروحوا بقلب النهر، وشو منطقة بوادي حمينة بتاخد العقل، كلها أحراج يعني. كلها أحراج سنوبر، بتوصل هيك بتلاقي شليل نازل، بتطلع تاني ميل فرشات زبالة كياس، شي بيقطع القلب. في هاي الضيعة قالت enough is enough، أنا بدي أخد الأمور بإيدي. وكانوا ستين، مرة وبنتها وابنها. I love it. مش معقول. قلنا لهم أوكي، تعوا we have to do it in a very systematic way. ما في، بدكم تتبعوا المنهج العلمي، ورح نحط لكم مرشد a mentor،
والمنتور ما ضروري يكون من لبنان، في يكون من الدياسبورا اللي بيعرفوا. وبلشنا قد ايه بتعملوا بلاستيك، قد ايه بتعملوا ازاز، قد ايه بتعملوا كانز، قد ايه بالجمعه، قد ايه بالشهر، قد ايه بتعملوا اورجانيك، شو بيطلع مرفوضات. عملنا دراسه طويله عريضه لنعرف بهيد الضيعه شو بيطلع من كل شيء، وعملنا حسابات التراك اذا بده ياخذهم على هيدا المعمل او بده ياخذهم على هيدا المعمل او بده ياخذهم هون قد ايه رح تكلفوا بالشهر، وعملنا حسابات قد ايه فينا نعمل كومبوستينج، واذا في ضيعه، اذا في بيوت عندها دجاج، اذا عندها فارم او شيء. وبعدين شفنا قد ايه بيطلع مرفوضات. يعني كل الدراسه اخذت 4 أشهر قبل ما نزلنا على الارض وقلنا نحن بنعرف شو بدنا نعمل. سو هذه الدراسه بس لضيعه واحده اخذت 4 ضيعه 45 بيت، ما عم بحكي بيت بيوت كبيره، انا عم اقول لك انه كل مشروع بنعمله هو كتير صغير بس على القليل بننجح. أو كمان بصير تعملي دومينو افكت. اكزاكتلي. سو هيدي الضيعه نجحت اليوم. ايه بيفرزوا بيبعتوا كل اللي بيفرزون على بكفية على معمل اسمه بيكلين. سو عملتي سبلاي تشين من اول لاخره. الاورجانيك ويست كله كومبوستد ويذين ذا هاوس، اعطيناهم 2 small هاوس هولد كومبوسترز، والمرفوضات اتفقنا نحن وضيعه حدهم انه ياخذوا لهم اياها معه. اند It has been since صارلون بفتكر صاروا شي 8 تراك لود بياخدوا هالمرة. wow. واتفقنا نحن والأهالي تبع الضيعة انه لندفع للتراك كل واحد بيعمل اجي ببيته بيحط فيها نص ليرة، 500 ليرة او مثلا ببلد طبيعي هذا شي يعتبر ضريبة. لا اذا رح يكون في state mandated فرز يعني هذا البيمنت لازم يكون ضريبة، بس للأسف يعني مش للأسف بس اتقوس شو قد المبادرة الشخصية والإجماعية كمان فيها تودي لقصة هي طاقة. قصة جماعة يعني هيدا اسمها بتبيت بوادي حمينة، اجت البي بي سي صورت قد ما كانت هيك الشيء بيفتح القلب. ومش بس هيك، رئيس اتحاد المتن الأعلى استاذ مروان صالحة أخذ على عاتقه ونظف النهر من كل الزبال اللي حواليه. لا لحظة كيف تغير وجهه لجد انه كنا عم نحكي عن مشاكل بلبنان. ايه 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 عن سولوشن. عندي 10 اكزامبلز فيني اخبركم اياهم. هذيك السنة اخذنا 10 مشاريع، السنة اطلقنا الانفايرمنت اكاديمي تول اكاديمي البيئيه 2 واجينا 35 ابلكيشن يعني 163 بارتيسيبنت. هلا ما نبلش الفيز 2، اذا ما عندي تمويل راح اخذ بس 10، اذا عندي تمويل يمكن اخذ اكثر، لانه شايف الحماس تبع العالم من وراء نجاح الاكاديميه البقيه. واحد بيمشي الفرز بلبنان اذا 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 متكامل اذا متكامل اكيد زبالة على الباب وهي بعرف لانه منها زبالة ملونه يعني. بس صار في كمان كتير فساد يعني كان المفروض يكون في لا يعني معامل للفرز ما انعملوا اتخذت المصاري. نرجع زيت المشكله بس اي ثينك يعني اللي عملته نجات مع التيم اللي تبع هو يعني قدرنا نفرج للاشخاص انه ات كان بي دان، ما بدك يعني منا شيء عبقريه مش ما قصدي شيء لا لا ابدا ابدا اي كوبيد اند بيستد 100%. هذا الشيء بيطبق على يعني هو في على صعيد لبنان للاشخاص اللي هلا عم بيسالوا شو الانفايرمنت اكاديمي. رح نحط اكيد السوشيال ميديا لينكس بالديسكربشن. عم تحكي عن تمويل هوب فل اللي العالم حتقدر تمول هذا الشيء. شو حلوة ضحكتك. سو لا هلا عم بحكي عن سولوشنز يعني ما هذا المهم انه اتس ا فاكت يعني اكيد اكيد البلد ملوث، بس انه ما حلو ضل نحكي عن التلوث. بعرف انه مش كله بايدنا، وبعرف انه في ظلم بالتلوث وفي قتل ومحاصصة. اي بس خلص يعني اذا نحنا كلنا ما اتفقنا انه لازم نوقف بوجهن ونفرجيهن انه الحل واضح وموجود ما رح نوصل لمطرح. هلا كمان يعني نجات في اكيد العالم اللي بدها تحافظ على ضيعتها بدها تشوف الشلال يرجع يفرج يعني يكون شلال طبيعي مش يكون شلال زباله. بس هذه للضيعه للاشخاص اللي بركه مش انه مش معنيين لازم يكون في كمان فاينانشال انسنتيفز هيك يعني لازم نشجع الاشخاص. مش معقول انه العالم كلها بدها مصاري بس
لازم يكون في back and forth تبادل بين الدولة وبين الشخص تا يكون في reward معين. يعني بعتقد هذا هو الشيء اللي that can maybe tip the scales. أنا كلمة دولة اليوم ما بعرف إذا ايه. عندها معنى بعد. لا إنه ما أنا موجودة. ما أنا موجودة يعني ايه. اليوم عم نحكي يعني شوف شو صار. مين بس ليك... مين نظف شط السور؟ مين نظف مرمخايل وجميزة من بعد الانفجار؟ وين يدوم؟ نحن كمان ب17 20 كنا عم ننظف كمان على سحة الشهداء كل يوم ينزلوا الشباب على بكرة قبل ما يكون في شيء اسمه من تشرين. ايه قبل ما كان في مواطن لبنان وكان في كتير عالم كمان ما خصها كتير عالم عم ينفسوا. بس ليك نحن بخضت بيروت، خضت بيروت هي مبادرة عملوها أساتذة جامعات ومتخصصين من بعد الانفجار غير انفايرمنت اكاديمي وقلنا نحن انه ما فينا كمان نقول انه كل الدولة غايبة، وحتى لو قلنا هيك ما قلنا غنى عن وجود مؤسسات. سو هلا بدي اخلطهم شوي، خضت بيروت والانفايرمنت اكاديمي بالاكاديمي بنعم بعجوزة المشكلة يعني. اكزاكتلي. لا خضت بيروت مش بس مشكلة الانفايرمنت، كنا عم نساعد ناس عندهم شركة عندهم ريستورانات ومحلات بالجميزة. عنا 4 initiatives: education, environment, health و SMEs supporting medium and هلا بنرجع بنحكي عنها. بس نحن بالأكاديمية البيئية نطلب من العالم يتعاونوا مع البلدية. ليه؟ البلدية لأن نعتبر أنه الدولة موجودة، وإذا البلدية قادرة تساعدنا بيكون أفضل. يعني في بلديات كتير منيحة وعم تشتغل كتير منيح، وفي بلديات بتحط العصي بالدولي. ما عم بقول أنه لافي إيتان روز، بس أنا عم بقول أنه إذا البلدية موجودة ومنيحة كتير بتقدم الشغل. يعني استاذ مروان صالحة هو رئيس اتحاد بلدية المتن الأعلى، في يقول أنا ما بدي ساعدكم وهيدي البلد هيدي الضيعة تروح تدبر حالها. قال لا، مادام اشتغلوا وأنا مسؤول عن هيدي الضيعة رح ساعدكم. يعني اللي عم جرب أقوله ما فينا نقول الدولة كلها مش موجودة، لازم نلاقي نويه يعني مطارح انه الدولة فيها تساعد ونستفيد من هيدا ونشجعهم ونبرزهم، لانه ولا ممكن الجمعيات تحل محل الدولة. هيدا شيء ما لازم نفكر فيه بهي الطريقة. يعني انه نحن قد ما نكون قوية وقد ما نكون منعرف وقد ما نكون متحمسين، بالنتيجة وضعنا وقتي، وضعنا كتير temporary. وضع الدولي هو المستدام وهو اللي لازم يكون مصدر الحل. خلينا نشتغل بالموجود مع الموجود اللي حابب يشتغل. وأنا بتمنى أنه العالم يسمعوا لهالشي، لأنه ما بيصير أنه وطن بكامله يكون NGOs أو جمعيات صغيرة عم بتديره. هيدا الشيء ما بيكون منيح لألنا. يعني لازم نخلق سيستم بديل، أو لازم نقول نحنا بدنا دولة صالحة. ما لازم نقول أوكي مع ليه الدولة تزيح على جنب ونحنا خلينا نشتغل. لا أكيد لازم يكون في some sort of cohesion. إيه ما فينا آخر عم ندفع ضرائب. فنرجع على زيت القصة، إنه غنى لبنان يعني إذا بدك هو الأشخاص. ثورته ثورة لبنان هو ثروة. شو ثروة مش أنا الثورة هي ثروة. إيه أنت عم تغلب سوري إنه لا ريشيس دو ليبان مش أحسن هيك قطعها بالفرنسية. لا إنه الناس يعني اليوم هيدا زلمة ساعدكم رئيس بلدية، يعني هيدي بالدولة بدك تلاقي ناس بعدهم جعبالهم يشتغلوا، مش الدولة كلها سوا، هن الناس في ناس بجننوا. إيه ورئيس البلدية اللي ما قالوا عازم ما بنرجع نصوته. وفي أوضات بجننوا، في رئاسة بلديات بجننوا، في ناس بدهم بس المكنة كبيرة ورا نحن ولو مصاري. لا مش لا مصاري. لك أنا بقول ما في دولة بالعالم، ما في وطن أو جماعة ناس بالعالم بيعيشوا بلا دولة لمدة 30 سنة وهالقد في الكرايم ريت واطي. انه لو ما نحنا منحب بعض ولو ما نحنا عارفين انه لازم يعني انا بالنسبة لي بعتبر اللبناني جبلة goodness، يعني كله هيك كله نشاط كله حيوي وكله حب. عنده هالحنان وهالحب للوطن اللي هو غريب، يعني غريبة ايه غريب. لانه وطن ببهدلك
وما بيأمن لك شيء وبياخد لك مصرياتك ومدري شو، وبطلع انا بقول بحب لبنان وبدي اشتغله وبدي لمله زبالته. لا في انفصام، وانتو كمان عم تقولوا هيك نفس الشيء. ابسولوتلي اكيد، انه ما في غير مطرح ما بتقول، يعني ما في هيك شيء. منشان هيك انا بحب وطني وبحب العالم اللي قاعده بوطني، وما بشوف مثله بغير على عالم. ويمكن لانه هي قاعده هون، لانه العالم اللي بلبنان هن العالم اللي منحبهم واللي بيشبهونا، منشان هيك مندل نكمل نشتغل على هذه السيره. نجات في يعني غير غير المواطن. لا حقيقه لا ريدي بحب، لانه دائما متسائل كل واحد انه ربعنا باقيين. لا هي الكولكتيف جودنس، يعني ذا كومن جود اللي كلنا بنشتغل له، مع انه بنحب حالنا بس دائما نشتغل فور ذس كولكتيف جودنس. يعني صار هيك ما بعرف كيف بلحظه اذا اشتدت الحاله علينا بتشوف انه وقفنا كلنا حد بعض. وشفناها صرنا سنه ونص عم نشوفها. اول شيء مع الثوره 17 تشرين، كيف كل الناس دبوا على بعضهم، مع الكونفاينمنت كيف الناس ساعدت بعضها، ومش بس جمعية بس ناس بلشوا يساعدوا. جاري ما عنده او جاري بده مكنة ريسبيراتور خليني ادبر له اياها بعطيه دواء وهيك. من بعد تفجير بيروت يلي صار بشوارع جميزة ومان مخايل والكارانتينا، شباب عم ينزلوا عم ينطفوا منهم لحالهم، ما حدا طلب منهم، ما انهم جمعيات. وهيدا الفولونتيرينج اللي كل الناس بتعمله، حتى هيك كلنا نضل واقفين حد بعض. مشان هيك اللي اشتغلوا معي بالجمعية بالأكاديمية البقية بقول لهم أول اجتماع إنه أنا ماي ديسكليمر ما بدي كونسلتنسي، وما حدا لازم يشتغل للمصاري، ما حدا له أبدا ريورد بالموضوع. أنتوا اللي عم تعملوه عم بتنظفوا بيوتكم، وكلنا سوا منجمع المصاري اللي exactly needed لنطبق المشروع. إذا أنتم متفقين تفضلوا بقوا بالاجتماع، مش متفقين معي بهيدي الشغلة بليز اتركوا. في good people يعني بهالبلد. طب شو هن المبادرات كمان اللي عم تشتغل عليهم غير يعني بي انفايرمنت اكاديمي؟ في كمان مبادرات تانية غير الفرز أو إز؟ عملنا 4 مشاريع إدارة نفايات. okay. عملنا مشروع بالفنار ب25 بناية جروب كمان من الشباب تحمسوا وعملوا فلايرز وحكيوا مع الكمباني اللي بدأ تاخد الريسايكلينج، واشتغلوا مع البلدية، وقدرنا اشتغلنا مع 25 بناية صاروا كلهم يفرزوا وينزلوا الريسايكلبلز على كعب البناية، وصارت الريسايكلبلز يمروا اترك وياخدون. سو عملنا هيدي كمان. اشتغلنا بالدمور على مشروع مي، لأن المي ملوثي، والمي على البحر، يعني كل المدن اللي موجودة على الشط عندها مشكلة مي مالحة. قد ما صار في أبار أرتوزية وصار في ديبليشن، يعني صرنا نستعمل كتير مي، فاتت مية البحر على الأبار. منشان هيك معظم المي على خط الساحل كله سوا مالحة. سو هيدي مشكلة كتير أساسية بلبنان، إنه حتى يمكن ببيروت بيقولوا 3/4 مالحة للمي. ما بعرف إذا أنتوا بتحسوا بطعمة مي. أنا بحس لما منروح عجنوب يعني صبجية وهيك، بتحس لما بتفتح المي إنه مالحة. ما كنت عارفة إنه استيأكوز دي بوية كارتيزيان، لأنه سو كان في هاي، وكان عندهم مشكلة التلوث. كان في منتور معهم من إنجلند، شغلتها highly professional consultant water treatment بأفريكا and other places. اشتغلت معهم على سنة للشباب، عملوا كل الwater testing، عملوا كل الخرائط تبع السويج، عملوا الخرائط تبع النتورك تبع الماي. It was 150 pages of professional work لحتى بعدين قدموا لنا evaluation. في company لبنانية قالت أنا أعطوني كل الداتا بعملكم evaluation for the treatment، وعملوا لهم recommendation وقدمنيها للبلدية. It was an amazing work. Super. كل مية لبنان ملوثة؟ كلها. لأنه بلبنان عندنا، أنا الناس اللي بيجوا من برا بينقذوا، انه انتبه ما تشرب مي من الحنفيه بينقذوا. وعندك حنفيه مي شرب
نحن أنا عندي هيك بالبيت وحنفية مي ايه؟ ملعزة ما في تاب الماي... واتر يعني ايه يعني هيدي المي يلي ما فينا نشربها تم عم نتحمم فيها عم نفرش سنينا فيها مش كل الناس فين يحطوا مي تشرب دك عم نغسل أكلتنا فيها قنينة مي ونغسل أكلتنا يعني مشان هيك نستعمل خل أبيض لنقتل يلي بس ترجع بعدين بدك تفوح فهيدي المي قديه هلا بتتفاوت يعني. اذا كانوا عم بيحطوا كلورين اناف ساعتها البكتيريا بتكون قليله هلا وين المشكله الكلورين بتعمليها انت شخصيا بالبنايه او هن هلا النتورك الاساسي اوكي النتورك الاساسي مصالح المي عاده بيحطوا كلورينيت بيعملوا فحص ريجولر وبيحطوا كلورين على هيدا الاساس منشان يقتلوا البكتيريا هلا شو صار إنه صار عنا نحنا سويج سيستم كتير قديم واختلطت بمطارح معينة السويج لاينز مع الواتر لاينز وإذا كان عنا أبر أرتوازي كمان صار في عنا اختلاط إذا في سيبينج يعني إذا المي عم تنزل معظم المي بلبنان ملوثة وفيها مينلي بكتيريا وشوي بكتيريا أكتر شيء وعلى الكوست مثل ما قلنا على الشواطئ في ملح زيادة مية ملح يعني شو الحال؟ لا أنا عم تحكي عن عطينا حلول لا إنه اليوم إنه بنحكي بسد بسري إنه كان بدهم يعملوه ليقدروا يعطوا مي لكل منطقة الصيدا وجنوب وبنعرف إنه اليوم إذا فيك تستعملي مية يلي لما بتدوب التلج لما بيدوب التلج إنه تقدري توصلي المي على بيروت في كتير قصص نحن ما عم نعملها من يلي نحن فينا نعمله من الريسورسز نحن يلي عنا إياهم بلبنان لأنه في عنا مي يعني مبدئيا عنا كتير عنا مي. مي وبيقولوا المي اللي عنا بتأدي بيروت وزيادة مش بيروت يعني كل لبنان ايه. وبزيادة وين المشكلة؟ المشكلة إنه لازم نعمل infrastructure للسويج سيستم هذا أول مشروع يعني كل البلديات بيوصلوا بيشبكوا السويج لاينز عندهم بوحدة سنترال لحتى توصل على محل وتتكرر المي بيجوا بعمروا محل تكرير المياه المبتذلة بيقولوا لها وهيدي الستيشن ما بحياتها بتشتغل ما بتشتغل ليه؟ لأنه منكون حاطين نصها والنص التاني بجيبتنا لا في مشكلة محصصة كبيرة في شغلة كما بدي أحكيها من قبل كنا عم نحكي عن المواطنة كيف نحن كلنا منضب مع بعض وهذا الشيء بيعقد في كمان يعني المواطنين بس اتليست منه اللبنانيه كمان عايشين معنا في بعتقد مس اندرستاندينج او اسطوره بتقول انه اللاجئين السوريين هن كمان عم بيلوثوا كتير البلد هن كمان عم بينزعوا البلد هن عم بيعملوا هيك ونحن نضاف وهن وسخين وبشوم عليهم بولشيت يس اصلا بحطوا دائما الحق على لأن نحن عملنا waste characterization بيّن أنه هن بيطلعوا زبالة تلت ما إنسان عادي بلبنان بيطلع أنه هن ما بيكبوا كل البلاستيك هن بيستعملوا ما بيطلبوا delivery هن بيعملوا reduction للwaste أول شيء يعني ما بيصرفوا أدنى ومن بعد ما يصرفوا ولا شغلة في حال بدهم يستعملوها بيعملوا لريوز كتير يعني هيدي one thing هلا اذا عم نحكي عن قصة الزبالة بس اذا عم نحكي عن السويج لاينز وانه هن عم بيكبوا مشاريرهم بنهر الليتاني مثلا ايه مزبوط بس ما كل الضيعة عم بتكب مشاريرها مش بس هني انه هن اوكي هن في ساتلمنتس حطوهم هون وقالوا لهم فلتوا مشاريركم ليه انه مين المسؤول هن المسؤولين شو خصهم ما اذا شو عم بيقدموا للعالم اذا الضيعة كلها واذا اللي قاعد هونيك وعنده معمل فلت كل المعمل على النهر كمان وهيدا اللي قاعد واللي عنده معمل بيكون شخص من شايف بالضيعة ما بيكون يعني انسان ما شايفينه اهل الضيعة كتير انه في نحن المسؤولين ما حدا مسؤول غيرنا يعني مثل ما حدا بيقلد الشخص اللي عم بيعمل شيء صح في كمان شخص يقلد الثاني اذا ما عم شيء غلط يعني we're all part of the same system واذا نحن ما بنحسنه مش هن اللي رح يحسنوا ما بعرف عم نحكي كثير عن expiration dates في وقت معين where the damage اللي نحن حنعمله على لبنان وعلى بيئتنا رح يكون irreversible يعني ما ح يعني رح نوصل لمرحلة وين ما فينا نتراجع منها أو
هل نحن اوريدي وصلنا لها وعم نجرب بس ندبر حالنا؟ يمكن بالماي وصلنا لها. انا كتير بزعل وصلنا لها أزن انه خلص ما في مرأة يعني. ما بعرف قد ايه بدنا لحتى نرجع ننظف اللي تاني، بس خلنا نرجع نتذكر انه بكوريا وباليابان بالزمانات الوسطى بالعصور القديمة القديمة كان عندهم نفس المشكلة، بس لما حطوا براسهم انه بدهم ينظفوا رجعوا نظفوا. شو بدها أجيال؟ بدها أجيال. بلندن فور اكزامبل بالاندستريال ريفولوشن كان كل الحيطان أسود لأنه كانوا يشتغلوا على الفحم وعلى الكول، وكان عندهم هاي بولوشن واس او 2 وكل هالأشياء. قرروا انه ينظفوا السيتي تبعهم ونظفت. لوس أنجلوس نفس الشيء. سو انا بقول it is reversible we can do it، بس ما في شيء سحري. بدها تاخذ وقت وبدها تاخذ شغل وبدها تاخذ مسابره وبدها تاخذ تضحيه. واذا نحن بدنا هالوطن لازم نبلش من اليوم قبل بكره. شو قصدك تضحيه؟ وات اكزاكتلي تضحيه؟ انه انا بدل ما اروح مثلا اخذ وقت لحتى ارتاح وشم الهواء وسافر ومدري شو، فيني اعطي يوم او يومين بالشهر لبلدي وقول انا بدي نظف فيهم، بدي ساعد حدا يكون عم بنظف. ليه لا؟ انه ليه بدي اروح انا مثلا على مطرح اتفرج انه ياي هالاوروبي شو شاطرين بنظفوا حالهم، واجي اتصور حدهم وارجع على لبنان وكبه من الشباك. يعني في 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 اونرشيب. يا نحنا بدنا نؤمن بهالبلد وناخده على عتقنا ونحنا نقول بإيدينا بدنا نعمره، يا أنه ما رح نصير بلد. وأنا هيدا اللي عملته بالأكاديمية البيئية، ومش لوحدي. هديك السنة كان معي 10 جروبات، والسنة يمكن يكون معي أكتر، وكلهم قرروا أنه يمشوا مع أنه كان في كوفيد ومع أنه كان في لوك داون، وكنت أجبرهم على الزوم بميتينجز أفري ويك. ما حدا قال لا، وما حدا قال زهقت، وما حدا قال انه عم تطلبي منا كتير ديتا او اعطينا مصاري. ما حدا قال هيك. انا تعجبت يعني انه قعدنا بالبيت، وبتعرف قد ايه كنا خايفين كوفيد طبعا. وما تحكوا وما تطلعوا، يعني نحنا كان لازم نطلع على على الضيع ونزورها ونهدي لهم ايدهم لحتى نعلمهم كيف يطلعوا الديتا. عملناها كلها على زوم، وانا ما صدقت انه الاشياء رح تصير وصارت، ولزمنا وعملنا المشاريع نحن وياهم ووصلنا للي مطرح اللي بدنا اياه. انا بآمن انه في كتير ناس حابه تنظف، وفي كتير ناس حابه تشتغل ليكون عنا ماي نظيفه وهوا نظيف واكل نظيف. بتفتكري لانه الدوله ما انه كلها سوا ما عم تعمل كتير قصص، فينا بلبنان يوما ما نوصل مثل سنغافوره او غير بلاد انه اذا بتزتي ورقة على الطريق تكلي زبط؟ تفتكر انه هيدا الانسنتيف للناس بيزبط مع الدنيا؟ يا ريت. لا لا ما شي ضده بهذا. انا لا انا ما أكيد. انا ما اليوم اذا أكيد. حدا زاد شي تعملي له زبط. اول شي الدولة بتطلع مصاري ان شاء الله، مش بس بجيب الدولة مش بجيب. وبعدين الناس رح تفهم انه يلي عم بيعملوه غلط. مثل لما ما بتحط السيت بيلت إذا بتكليها زبط بتصير لتحمي حالي. خلص ساكن نيتشر. يعني اليوم ببلاد يلي بتحترم حالها مثل ما كنت عم بتقولي بالأول، إذا بتعمل شيء بتزت على الأرض تكلها زبط. بسنغافورة ما لك حق تاكل عيلك على الطريق. بس كمان مقابله بيكون في financial incentive لإذا بتعمل شيء conservation أو بتفكر ب مبادرات أو مصادر طاقة بديلة you get rewarded. بس خلينا نبلش بشي لنوصل لهونيك. نحنا يعني أنا دايما بقولون لنوصل للي أنت عم تقولي في طريق أنا نمشيها، وهيدي الطريق هي المنهج اللي نحنا بدنا نتبعه. شو يعني؟ واحد بيطلع بيعمل انترفيو على الراديو على التلفزيون بفكر حاله صار بحق له يطلع وزير بعد ما عمل ولا ما في كفاءه ولا عرفت كيف انه بعد ما عمل شيء على الارض بصير يقول لك اوكي انا بدي اترشح لانتخابات. انت مرشح انه بصير يحكوا انتخابات. هيدي مشكلتنا انه نحن عملنا انجاز صغير، وشو ما عملنا بدنا ريورد انه تعوا يا عالم تفرجوا علينا. هيدا ضرب الصف ضرب الصف. هيدا الشيء ما لازم نحطه براسنا. نحنا بدنا نشتغل، يعني بدنا نشتغل على القليل سنين ونبرهن انه رح نوصل وعنا حلول قبل ما نبلش نقدر الاشياء. حيالله واحد بفوت على المدرسة بده يتعلم من الجردان للترمينال لحتى يتخرج على القليل the first phase.
كل شيء بده بروسس، وهالبروسس بياخد وقت، ولحتى يوصل ليتخرج ويصير وزير بده يكون تعلم. يعني لازم يكون في سي في بيحكي حيلا جوب بدك تقدمه، في شيء منهج، يعني انت عامل 1 2 3 بحق لك تعمل 4، كيف بدك تطلع على 4 بدونها؟ لنوصل للي انت عم بتقولي انه بدنا نعمل زبط، بدنا على القليل نبلش نكون دولة. اكيد اكيد بدك تعمل سو من شان هيك ما ننط ستيبس، يعني كل ما نطلع ستيبس اكثر من اللازم كل ما نغلط. اول شيء بدنا نكون مواطنين صالحين، نبلش نحب ارض البلد، مش بس نحبها بالمولات وبالشعارات، بدنا نبلش وبالصيفيه بدنا نبلش نكنس ارضنا وننظف ارضنا وننظف حوالينا ونحترم هالارض اللي عم نمشي عليها، حتى نحن يصير عنا قيمه لهالارض اللي عم تحضرنا. بعتقد هلا وصلنا لاخر البودكاست، وفي سؤال مطرحه كل الوقت للجست تبعونا هو هل في امل. بعتقد استبقتينا كمان كنا بنحكي عن الشباب، كيف شفتي كيف هن كانوا عم بيتعاملوا معك وكيف عم تطلبي كثير منهم وكانوا عم بياخذوا عم بيعطوا معك، بالعكس they exceeded كل expectations. بس مع كل هذا الشيء اللي انت شفتي وكل هذا الشيء اللي راح تشوفي، do you think عن جد في امل بالشباب او في امل بالمطلق؟ ما في ما في حدا لبناني راح بريت لبنان الا ما عمل عجيب، وانا ببني امالي كلها على هول العالم اللي موجودين واللي فيني. انا عم بعلمهم للشباب، وانا بعرف قد ايه فيهم يعطوا، وانا بعرف قد ايه في عندهم قوه انه يعطوا، وكل ما يروحوا لمطرح كل ما يشوفونا قد ايه هن قادرين. وهول الشباب هن زيتهم اذا بيرجعوا بس بيخلقوا السيستم اللي عايشوا فيه هونيك، بس بدون ما يصيروا نواب ووزراء من ورا دغري رجعتهم، يعني بروح بيتخرج من شي مطرح بيجي بيقول انه انا صرت هيدا. خلينا نبني سيستم، خلينا نبني توجذر هيك بمنهجية علمية، وما ننط للمناصب، وفينا نعمل كتير. شبابنا بجننوا، والامل كبير كبير كبير، ونحن كتير حلوين، وزعنا علم على كل العالم. ايه لازم نرجع هلا نستفيد منه هذا العالم. انا كثير بحبك لما بتخلص هيك مع امل، لانه قد ما مدبرسين هالفتره مش عم نشوف شيء. ولما شفنا لو تابلو كون ادريسي، يعني ما بعرف كيف بتقولها بالعربي او بالانجليزي، بالاول بتخاف. شفنا يعني كيف الاكسبريشن تبعيتنا بتتغير لما بنحكي عن المشاكل، وفجاه بلش نحكي عن الحلول. انا ما بقى بدي احكي عن مشاكل، بس بدي احكي عن الحلول. وهي خضت بيروت، خضت بيروت قالت اوكي، عملنا الانفايرمنت اكاديمي، نحن بروفيشنالز، نحن ما بدنا بس نكون اساتذه بجامعه، نحن بدنا نحط كل شيء بنعرفه على الارض. رح نساعد اللي عندهم بزنسز، رح نساعد بالكوميونيتي هيلث، رح نساعد المدارس، ورح نساعد بالانفايرمنت. ونحن تقريبا 150 اكسبرت بخطة بيروت، كلنا حاطين كل علماتنا لخدمة لبنان. اوكي، لكن رح نحط كل ال URLs اللي هلا كنا عم نحكي فيهم بالديسكريبشن للي بده اكيد، وللي بده يدعم هذه المبادرات اكشلي تجديد. وشكرا على السردة. ميرسي. انتو بتجننوا. ثانك يو. ميرسي كثير، وان شاء الله نوصل له. ليكو انتو مثلا انه تصوروا انه عم تعملوا هيك بروجرام حلو واصل لكل الدنيا، كيف ما في امل؟ هيدا الامل. ثانك يو. انا كثير عم بتاثر هالفتره، كثير سعيد. فول نجات افري داون افري تايم ان ذا داون بليز. هاي. ميرسي. ثانك يو.